وللحديث عن بقاء الجثث تحت أنقاض الموصل وإهمال المدن المنكوبة، معنا من فيينا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك معنا سيد ضياء. السلام عليكم بالبداية، وتحياتي لحضرتكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بكم. في البداية، بشكل يومي تقريبا يعثر سكان الموصل القديمة على الجثث تحت الأنقاض أكثر من 3 سنوات على انتهاء الحرب، ولم يتم استخراج كل الجثث الموجودة. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ حقيقة أنا بدي شوية أوضح على مدينة الموصل. مدينة الموصل هي ثاني محافظة بعد بغداد من ناحية عدد السكان، لأنه عدد سكان الموصل حدود 3.5 مليون نسمة. إحنا نتحدث بهذه الكمية الهائلة من سكان العراق، هي المدينة الثانية الموجودة في العراق. عدد الجثث الموجودة تحت الأنقاض حسب إحصائية الأمم المتحدة هم 5000 جثة. هذه الإحصائيات تقريبية، لأنه نحن نعلم أنه في زمن داعش هجرت المناطق وجابت بالناس ساكنين بهذه المناطق غير السكان الأصليين، ولا نعرف كم عدد حقيقي للجثث الموجودة تحت الأنقاض. 100,000 نسمة خرجوا من المدينة بالاضطهاد داعش في ذلك الزمان. الحدود حوالي 25,000 نسمة بعد تحرير الموصل فقدوا أشخاص موجودين لأسباب انتقامية أو إجرامية، اشتري نسميها. أنا ما أعرف، هم الحكومة العراقية بالتأكيد هي تتحمل العبء الأكبر، ولكن المنظمات الإنسانية ومن ضمنها المنظمات الحقوق الإنسان هي أيضا مسؤولة على كشف وفضح ما حدث في هذه المدينة من مجازر وقتل. نعم. والأمم المتحدة تتحمل الجزء الأكبر من عدها، لأن هي مسؤولة، والولايات المتحدة الأمريكية هي باشرت، والدول التحالف هم باشروا بالقصف وإخراج داعش، ولكن لم ينفذوا شيء من الأساس لحماية المواطن الموجود في الموصل. المواطن الموجود بالموصل نحن نعلم المواطنين يشكون من جميع الجهات، يشكون من عدم وصولهم إلى المبالغ البسيطة لإبناء وإعمار المنطقة، يشكون أهل المدينة من عدم توفر الوسائل البسيطة لحتى يتمكنون من الرجوع والعودة إلى منازلهم. نعم. لأنه حتى الأشخاص المفقودين أخي بعد 3 سنوات من فقدانهم تحت الأنقاض لا يمكن التعرف على الجثث مالهم لعدة أسباب. السبب أنا قلت 100,000 نسمة رحلوا والبقية موجودين، لا نعرف من هم الأشخاص الموجودين في هذه المناطق الذي نعم. دمرت. نعم. المنظمات الحقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل المباشر لحل هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة يعني أزمة إنسانية بالبداية. نعم. هذا الشخص استشهد أو قتل بهذه المنطقة، بس مسألة الزواج والإرث وآخر شيء متطلبات الحياة المترتبة على الناس المفقودين. يا أهل المفقودين يريدون أن يعلمون أين أبنائهم وماذا صار بهم. وهذا ينقلنا يعني أولا هذا العدد الكبير من الجثث المكتشفة يوما بعد آخر يكشف عن طبيعة الحرب التي دارت هناك، ولكن السؤال اليوم، لماذا أهمل ملف ضحايا الموصل بهذه الطريقة؟ أنا قلت بالبداية أنه الحرب اللي حد 25,000 نسمة فقدوا بالموصل بعد التحرير أخي، بعد التحرير. نعم. إذن العملية انتقامية، العملية بها توجيه سياسي من الدول اللي هي مشرفة على احتلال العراق، اللي هو كانوا موجودين في حسب ما يسموها تحرير العراق، تحرير الموصل أو تدمير الموصل. هم أتوا لتدمير الموصل، دمرت الموصل بعد التحرير أيضا، بدأت المنازل بالمتفجرات والمحلات وكل شيء ما حدث من تدمير بعض من عندهم في بعد التحرير. إذن العملية انتقامية وتقوم بها حقيقة إيران، لأنهم نعرف أهل الموصل من عشائر وقبائل عربية
عربية ساكنة بهذه المناطق من شمر وجبور وإلى آخر من هذه القبائل، لا أريد أحدد كم قبيلة موجودة فيها. طيب وينتمون كلهم يعني الجيش العراقي. داني أتوجه، الجيش العراقي نعم. شارك بالحرب الإيرانية، وهذا جزء مهم، جزء نعم. مهم سبب تدمير الموصل بهذا الشكل العشوائي، بهذا الشكل الانتقامي من أهل الموصل. هذا انتقام وليس التحرير. يبدو أن إجراءات التدمير تستمر ولكن بوسائل وطرق أخرى. من جهة أخرى على سبيل المثال، لجنة المهاجرين النيابية أكدت خلو موازنة هذا العام 2021 من أي مخصصات مالية للمدن المنكوبة. لماذا برأيك تتعمد الحكومات المتعاقبة إهمال هذه المدن؟ ثمت غايات وأهداف من وراء ذلك. الغاية والهدف هو إخلاء المنطقة من سكانها الأصليين، هذا جزء مهم يعتمدون عليه، لأنه منطقة الموصل هي محاذية إلى دول الجوار، ومن ضمنها الكثير التجارة الموجودة بين هذه الدول مثل سوريا وتركيا، عندنا تجارة كبيرة مع هذه الدولتين لهذا السبب. وبعدين وصولنا إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق هذه الدولتين، هذه يردون يسيطرون عليها بإجراءات جديدة وإسكان مناطق جديدة من الموصل. يعني هم يريدون يبدلون التبديل الديموغرافي بالموصل، يريدون هذا الشيء. وكثير من الناس قاموا أتوا من خارج الموصل وشراء في الموصل، لأنها منطقة مدمرة والناس يحتاجون المبالغ. ولهذا السبب سبب هو عدائي وليست لمصلحة جهة معينة، فقط لمصلحة أعداء والمصلحة الفرس حقيقة. طيب على صعيد حقوقي آخر، طبعا يعني وعلى ما يبدو أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان من الأموات والأحياء مع الأسف الشديد، لجنة حقوق الإنسان النيابية أكدت أن عدد السجناء المعلوم وصل إلى 60,000 سجين. هل هذا الرقم هو الرقم الحقيقي للمعتقلين برأيكم، أم أن هناك ربما أرقام أخرى لم يعلن عنها؟ والسؤال الأهم، والسؤال الأهم أستاذ ضياء، أين دور هذه اللجنة وغيرها من اللجان والمؤسسات الحقوقية تجاه ما يجري في السجون؟ فيها، لأنه هذه القوائم الموجودة المذكرة اللي ذكرها أيضا رئيس مجلس النواب حقيقة زار الموصل والتقى بجزء قليل من أبناء المفقودين، وهذول المفقودين الموجودين هذا عدد كلش بسيط اللي التقى به، لأنه أولا أهل الموصل ما كانوا يعرفون بالمجيء مالته، والثاني غير مهيئين أنه يلتقوا ويقدمون الوثائق المطلوبة له. هذه السجون المفقودة إحنا كمنظمة عندنا معلومات تختلف عن 60 أو 30 أو 40 ألف نسمة مفقودين. فقط المفقودين في زمن داعش، من خرجوا داعش بعد التحرير، كانوا 25,000 نسمة مفقودين بداخل الموصل، قسم من عندهم في سجون، والحكومة لأنه كانت في سجون في زمن داعش وموجودين بها أهالي الموصل معتقلين في هذه السجون، استلمتهم الحكومة العراقية ولا نعلم عنهم أي شيء، ولا يوجد عنهم ملف واحد عن هذه الأسماء الموجودة المعتقلين في هذه السجون. موجودة سجون لا حتى الحكومة العراقية لم تعلم بها. يعني مع الأسف إحنا لا توجد عندنا حكومة، عندنا مجموعة عصابات ومجموعة إرهابيين يقودون البلد، هذه الحقيقة. يعني شكرا لك الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من فيينا.